احنا اليوم موجودين في مخازن في القاهرة في جمهورية مصر العربية لتجهيز 3000 طرد غذائي من أجل إرسالها لسكان قطاع غزة. اليوم احنا بنبكر في الطرود هذه، ويوم الجمعة إن شاء الله حتنزل على العريش، ومن العريش حتنتقل لرفح، ومن رفح حتنزل على كرم أبو سالم لشحنها من هناك إلى داخل جنوب قطاع غزة من أجل توزيعها على الأسر النازحة في جنوب قطاع غزة. حابب في هذه المناسبة أقدم الشكر الكثير لكل المتبرعين ولكل الداعمين لمؤسسة سيف الإعانة الإسلامية في فرنسا، ودعمهم لمساعدة الفلسطينيين وسكان قطاع غزة في هذه الظروف الصعبة اللي بمر فيها قطاع غزة.